في ناس كده ليس بداخلها، لم يعد بداخلها شيء. ليه؟ لأن طال عليها الأمد فقست قلوبهم. بلاش، عايز أقول لك بلاش تغيب كتير، لا تبتعد كثيرا. عارف لما يجي يقول لك أي إعلان أو أي حاجة يقول لك إيه؟ كونوا بالقرب. هو كده، أنت خليك كونوا بالقرب، بلاش لما تبعد تبعد قوي. يعني بلاش لما تحس إن في حاجة باظت تقول ما خلاص بقى أنا ما عدتش لاقي وقت. بلاش لما قيام الليل يضيع منك أسبوع أسبوعين ثلاثة تقول خلاص ما هو ضاع. بلاش لما تتوقف عن القراءة وطلب العلم أو قراءة القرآن، بلاش لما تتوقف عند شهر شهرين ثلاثة تقول خلاص بكفاية. لا، ما تقولش إن هي باظت، لا ما باظتش، ارجع تاني وارجع تدريجي وارجع خطوة بخطوة، زاحم، حط حاجة بحاجة بحاجة تدريجي، واحدة بواحدة، لغاية لما تستطيع إن الحاجة دي تصبح ثابتة في حياتك. فبالتالي النبي صلى الله عليه وسلم بيقول هذا الدنيا أكبر همنا، الحسنات يذهبن السيئات. يبقى أنت تعرضك اليومي للقرآن هيزاحم التغيرات اللي بتحصل لك في اليوم. أنت بتنزل الشغل فلان يقعد يكلمك عن المستقبل الدنيوي والعيال ولازم نشتغل ولازم نجيب فلوس، والتاني بيكلمك في غيبة ويقع في الكلام في الناس ويغتاب، والتالت بيكلمك مش عارف إيه، وأنت بترجع حاسس ان تقلبات حصلت جواك. لابد ان تزاحم هذه الهموم، لابد ان تزاحم هذه الافكار. زي ما اديت وقت للمباحات واديت وقت للدنيا، ادي وقت للدين. قال ساعة وساعة، فين ساعة الاخرة؟ ساعة وساعة، ساعة نرى فيها الجنة والنار رأي العين، وساعة افعل فيها ما تشاء من المباحات. فين الساعة اللي انت هتزاحم بيها؟ على مستوى دخول النور إلى قلبك، على مستوى تغيرك، على مستوى طلبك للعلم، على كل المستويات لابد أن تزاحم. كتير من الناس اللي كانت مدمنة الغناء تخلصت من الغناء بالمزاحمة. كتير من الناس اللي كان عندها إدمان لأي حاجة من المخدرات أو غيرها كان الحل هو أن يزاحم في أوقات الفراغ اللي عنده. ده من أكبر وسائل العلاج النفسي، انك تزاحم في اوقاتك، انك تبدا تعمل حاجات تدريجي بسيطه تنجح فيها وتزاحم هذه الاوقات. اوقات الفراغ مدمره، فبالتالي لابد ان يكون في حاجه. لذلك انا كان نفسي ابدا درس النهارده بما يعني حاجه اسمها الانصات، واتكلمت عنها في خطبه بس قلت خلاص هبقى اقول لكم تسمعوها. خلاص، في خطبه بعنوان وانصتوا، عشان أكون ملخص اللي أنا عايز أقوله النهارده. أنصتوا وزاحموا. أنصتوا، إدي وقت يكون عندك حالة من الهدوء النفسي تستطيع أن تفعل فيه شيئا للدين، ثم هذا الوقت زاحم به، حاول تزاحم بالوقت ده. يعني ما تتصورش إنك زي ما قلت هتنتظر أيام الأجازات وأوقات الفراغ. كلنا عارفين ان لما كانوا يقولوا لنا ذاكر دلوقتي عشان تستريح بعدين، كلنا عارفين ان بعدين ده ما بيجيش. لان ذاكر دلوقتي عشان تستريح بعدين، اشتغل وانت شاب عشان تستريح بعدين، احنا كلنا عارفين ان بعدين ده مش موجود في الدنيا، بعدين ده في الاخره. وان متى يجد العبد طعم الراحه؟ قال عند اول قدم في الجنه. فانتظار الوقت اللي بتاع بعدين ده عشان انت تعمل فيه بقى طموحاتك الدنيا، ده مش موجود، هذا يأتي بالمزاحمة. زاحم، زاحم أوقات اللي عندك، دور على وقت. أنا أعرف ناس تعرف تستغل الأوقات، يعني حتى أوقات انتظار، منتظر واحد، ده سيدنا داوود أظن حديث البخاري لما كان يسر عليه الحديث فيه كلمة القرآن، المقصود به كتاب داود اللي هو الزبور، يعني يسر عليه القرآن حتى كان يأمر بدوابه فتسرج فيقرأ فيه القرآن، يعني كتابه يعني اللي هو الزبور. يعني فترة ما الدواب بتتجهز، عارف لما أنا مثلا أقول لابني ينزل مثلا يظبط العربية يسخنها أو أي حاجة قبل ما، كان في الفترة دي يقرأ القرآن، اللي هو واحد مرتبط بكتابه
حتى انه يقرأه في هذا الوقت. فانت لو عرفت ان تنتهز هذه الاوقات، لكن لكي اكون معكم صريحا، هذا يحتاج الى نفوس قويه لديها عزيمه البحث عن هذا الرشد، انك لن تعيش كما يعيش الاخرون. ان انت وصاحبك بتشتغلوا، انت هترجع تقلل شويه من نومك، تضيف حاجه في حياتك. ليه؟ لانك انت ليك طموح اعلى. اللي عايز يحقق شيء في الدين طبيعي ان يومه وظروف حياته هي فيها نوع من الجديه، هيتخلى عن كثير من التفاهات، ده طبيعي. يعني انا عشان اكون صريح، انا مش هقعد اقول لك زاحم وعلى مستوى همومك وعلى مستوى افكارك وعلى مستوى الذنوب وعلى مستوى الاوقات، وفي الاخر تقول ما وصلنا يعني ده متعب. ما طبيعي ان في بعض التعب حتى تستلذ هذا التعب. ان تكونوا تألمون فانهم يألمون كما تألمون، لكن انت عندك معاني إيمانية تهون عليك هذا الألم وترجون من الله ما لا يرجون.